السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم بخير ودمتم بخير إن شاء الله. أتمنى الترم ده الناس اللي ما عرفتش تحقق الدرجات اللي كانت بتتمناها تقدر تحققها في الترم الثاني. الترم الثاني أقصر شوية وأصعب شوية، محتاج تركيز أكتر في النحو، وفي محتاج تركيز أكتر في النحو، محتاج تركيز أكتر في البلاغة. الدروس أصعب سنة ولكنها مرتبطة ارتباطا شديدا بالثانوية عامة، فلازم نكون مركزين سوا. أنا هشرح في الأونلاين، هعتمد إن أنا أشرح في الأونلاين القراءة، النصوص، وحدي معظم الوقت في الفصل للنحو، لأن فعلا النحو محتاج تركيز. تمام، دروس جديدة ما خدناهاش قبل كده، محتاجة تدريب كتير، فهحاول هنا ان انا اشرح الاجزاء اللي كده كده القراءه او النصوص هي مجرد دروس علينا، لكن القراءه والنصوص المتحرره اللي احنا بنحلها مع بعض. تمام، دي اللي هتيجي في الامتحان، لكن برضو هديك الدروس اللي موجوده في المنهج عن طريق بقى ان احنا ايه، ان احنا هناخدها في الاونلاين. ده السيستم اللي هنمشي بيه الترم ده، عشان بس الترم قصير. هنشرح في الكلاس بلاغه ونحو، ونكمل هنا القراءه والنصوص القصة. هنحاول برضو نذكرها في الفصل يعني في 5 دقايق في 10 دقايق، واللي مش هنلحق هنخليه في الأونلاين. حاجة تانية برضو مهمة جدا حابة ألفت نظركم ليها، المقال يا أولاد، عايزين من أول الترم نكتب مقال عشان نكتب مقالات كويسة ويكون فيها نفع وفايدة ليكم ولينا. تمام، ونجيب درجات في الآخر كويسة. وأنا بقص بسبب الإملاء، لأن كان في ناس عندها أخطاء إملائية في المقال بتاع الترم الأولاني. ناقص حاجة ما اتكلمتش عنها، الأدب. الأدب احنا متفقين طبعا، هنعلم على الأجزاء اللي تخص الأدب اللي احنا بنحله كده كده من الكتاب. هنعلم على الأجزاء زي ما عملنا الترم الأولاني، وإن شاء الله الدنيا هتكون ماشية ومش هيكون عندنا أي مشكلة فيها. نبتدي بقى نتكلم عن أول درس في القراءة اللي بيتكلم عن السلام. عثمان ابن الحميد نووي كتب لنا درس عن السلام، وحكينا عن الحكام وقد ايه في حكام كويسين وقد ايه في حكام متغطرسون لهم طموح اجرامي، وادانا من النماذج اللي لها طموح اجرامي كان الاسكندر الاكبر، عنده غرور، عنده كبرياء شديد، عمل كل غروره وكبريائه على حساب دماء الناس وارواحهم. وفي نوع تاني هو كل انسان كان بيموت عشان يدافع عن وطنه وعن مبادئه وعن قيم، وكمان بيحذرنا بما يسمى بالحرب العلمية في الدرس ده اللي هو درس السلام. عثمان ابن الحميد اتولد في 19 سبتمبر 1915، عمل وكيلا لوزارة الثقافة ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للفنون والآداب. أعماله حيرت الأدب في عصر العلم والسلام وجائزة السلام. أهم مناصبه عمل وكيلاً لوزارة الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للفنون والآداب، وتوفي 1908. بيكلمنا أول حاجة كده في درس السلام عن إن زي ما في حكام متغطرسين، في حكام تانيين دفعوا عن وطنهم وماتوا في سبيل الوطن ده. أدي المعلومات اللي أنا قلتها عنه. وبدأ بقى يبدأ الدرس بتاعنا بالإسكندر الأكبر. فبيقول قصة الحروب من أول ما بدأت الخليقة، إنما هي قصة السلطان المتعجرف أو المجنون اللي عايز يشبع غروره وكبريائه وعايز يوصل للي هو عايز يوصل ليه، من مكانة أو من منزلة كبيرة أو من الحصول على أموال كثيرة على حساب دماء الناس وأرواحهم، مش بيحكم عقله ويقول إن ممكن نعمل هدنة أو ممكن نعمل وقف لدماء الأبرياء ونفكر في السلام. لا، هو ما كانش بيفكر في السلام، هو كل اللي كان شغله ان هو يحقق الحاجات اللي بتيجي على كبريائه وطموحه الاجرامي بغض النظر عن الناس. ما كانش بيبص اصلا للناس، كان كل اللي همه ان طموحه اللي هو عايزه هو اللي بيحصل. وطموحه الاجرامي ده ما كانش واقف عند حد معين، كان طموح كبير كله اجرامي. سأل أحد الفلاسفة الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا بعد فتح أثينا ماذا تنوي أن تفعل؟ بيسألوه أنت ناوي تعمل إيه؟ رد قال لهم، يعني هما بيسألوا سؤال بريء، بيقولوا أنت ناوي تعمل إيه؟ قال لهم ناوي أغزو فارس وبعد فارس أغزو مصر وبعد مصر أغزو العالم وبعد العالم أستريح وأستمتع.
فسأله الفيلسوف: وماذا يمنعك أن تستريح وتستمتع الآن، ما أنت محقق برضه، محقق انتصار أو حاصل على جزء من طموحك، ليه ما تقفش عند هنا؟ ولكن الإسكندر لم يسترح ولم يستمتع، لا في الوقت الحاضر ولا في أي وقت من الأوقات. ليه؟ فقد دهمته الحمى وهو محموم بمطامعه في غزو العالم. هو بقى عنده ما يشبه الحمى، أصابته الحمى، ماشي، اللي خلته شايف ان طموحه الاجرامي مش واقف عند كده، لا ده عايز يغزو فارس، وبعد فارس يغزو مصر، وبعد مصر يغزو العالم، وبعد ما يخلص بقى ويقضي على كل العالم هيستريح. تمام؟ وهو محموم بمطامعه في غزو العالم، فنات في بابه، جه شويه مرض بصاد، جات له حمى، جات له سخونيه، سخونيه شديده قضت على حياته وموتته، وما حققش لنفسه ولا لامته اي شيء. فما اسوأ الطمع وما افدح ثمن الغرور. غرورك صور لك انك هتقدر تعمل كل حاجه ومفيش حاجه هتوقفك، جم شويه مرض لا حول ولا قوه خلوك تقعد وما تعملش اي حاجه. وليس معنى هذا اننا دعاة استسلام، هو احنا مش معنى كده ان احنا بنقول عايزين نستسلم وما نعملش اي حاجه وما يكونش لينا دور، لا 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 لا، او دعاة تهدئه كما يقولون حين يشيرون تاديبا الى دعاة الهزيمه، حاشا لنا ذلك، وانما نحن لا نؤمن بالحرب التي لا تحقق غير الدمار. يا فرحتي، افضل احارب الناس ونقاتل بعض ونموت بعض ويبقى دمار وسفك دماء واهدار الموارد والكرامه الانسانيه، علشان نشبع هواياتنا المجنونه في ان احنا، او الهوايات المجنونه عند بعض الحكام والزعماء في ان احنا نحارب بعض. يعني مثلا المشكله القائمه الان، بما اني بتكلم على درس واحب ادمج لك قوي الواقع اللي احنا عايشين فيه بالدروس بتاعتنا، لو جينا اتكلمنا دلوقتي عن الحرب اللي بتحصل بين روسيا وبين اوكرانيا، هي اوكرانيا واحده من المحافظات بتاعت روسيا. طب وهي ليه روسيا انقلبت عليها كده وبتحاربها وعماله تدمر فيها وتقتل في المدنيين؟ ليه بيحصل كده؟ علشان المحافظ او الحاكم اللي بيحكم اوكرانيا دي مش ماشي طوع امر المسؤول عن روسيا، فيبقى ازاي كده في حرب بقى وتقوم حرب وتهلكه؟ طب ليه؟ ليه ما نقدرش نحلها بالمناقشات او المفاوضات؟ وبدل ما نسفك الدماء ونهدر الاموال ونخرب البلد ونرجع تاني عايزين نعيد بنائها، وليه نسفك ارواح الدماء، دماء الابرياء؟ ليه نموت الناس الابرياء وندمر لهم حياتهم؟ عندك طلبه مصريين بيدرسوا هناك بيصوتوا بيعيطوا مرعوبين مش عارفين يعملوا ايه، ادينا خدنا نموذج اهو للغطرسه والانانيه والتفكير في النفس من غير ما نبص على الوطن والخسائر الفادحه اللي هيتكلفها كمان الوطن والناس اللي حوالين كل العالم، مش بس اللي جوه اوكرانيا قصاد روسيا. تمام؟ حبيت ادي لك النموذج ده عشان تبص برضه. يبقى مش مجرد اشباع لهوايات مجنونه عند بعض الحكام والزعماء. اننا اذا ندين هذا الفريق من الحكام و او الزعماء ونشعر بالاكبار، بالاكبار الحق لموت الانسان دفاعا عما يؤمن به. أحلى حاجة إن واحد بيموت عشان بيدافع عن مبادئه وعن القيم بتاعته، فما أنبل هؤلاء البشر. واحد بيموت عشان يفادي أمة بحالها، واحد بيموت علشان القيم والمبادئ اللي اتربى عليها ما ينفعش، وده بنشوفه كتير جدا. فأبسط نموذج، واحد شاب بنت بتضرب في الشارع واقف يدافع عنها، طلعت مطوة من اللي بيضربها موته، فهو كان بيدافع عن المبادئ والقيم إن ما يصحش أضرب بنت في الشارع. تخيل بقى قصاد حرب وقصاد قد ايه جرائم بتحصل من الحروب دي. وهذه الحروب في مجموعها قد تمثل اقبال الانسان على الانتحار، ولكنها كانت تنطوي ايضا على كل شيء من البطوله، في شيء من النبل، وطبعا في شيء من النبل يكاد يرفع الرجل العادي منا الى اعلى الدرجات لما تكون بتعمل كده علشان تدافع عن غيرك. إن أعظم حب ينوي عليه قلب الإنسان أن يضحي بالروح من أجل صحبه ووطنه. فعلا إنك تضحي بنفسك من أجل صاحبك، أهلك، وطنك، ما هو أنت عشيرتك، الناس اللي أنت بتحبهم، الناس اللي أنت عايز تدافع عنهم، أولادك، زوجتك، طالما أنت عايز تدافع عن اللي حواليك. فهذه المشاهد من قصة الإنسان تبعث فينا المهابة والتوقير، قد إيه بتبقى حاجة جميلة، والعجب والرثاء. بتبقى كمان عايز تقول قد ايه الشخص ده ضحى بنفسه علشان غيره، ضحى بنفسه علشان غيره. تمام؟ يبقى اعظم
حب ينوي عليه قلب الإنسان هو أن يضحي بروحه من أجل صحبه ووطنه. فهذه المشاهد من قصة الإنسان تبعث فينا المهابة، تدينا كده الإحساس بالمهابة والتعظيم والإجلال. قد إيه بتكون شايف الموقف ده بدهشة كده وحيرة، إن إزاي كده؟ تمام؟ طيب، نتائج بقى إن إحنا نتجنب، نتائج إن إحنا نتجنب الحروب بقى ونتجنب كل الحاجات الوحشة اللي ممكن تحصل. بيقول لنا ولكننا إذا استطعنا، نتائج إن إحنا نتجنب خطر الحرب، ولكننا إذا استطعنا اجتناب خطر الحرب التي تهدد البشر، ذلك الخطر المفجع، الخطر المفجع المخيف المؤلم المؤذي المحزن، فإن الأجيال التي ستحيا في عالم تحرر من الحرب ستنظر في قابل القرون إلى النصب التذكاري لقتل الحروب الكبرى في التاريخ بشعور يختلط فيه الكبرياء بالحزن، الإعجاب بالرسالة. قد إيه وأنت واقف قدام قبر، حط قبر أحد الأشخاص الذين استطاعوا أن هم يضحوا بنفسهم ويضحوا بروحهم في مقابل أن وطنهم يعيش في سلام ومبقاش عنده حرب ومحدش يعتدي عليه ومحدش يسلب القوم ده حريته، هنقف قدام النصب التذكاري زي عندنا مثلا النصب التذكاري للجندي المجهول، بنقف طبعا قدامه مهابة، توقير ليه وللدور اللي قام بيه رغم ان احنا مش عارفين من عيلته بس احنا كلنا عيلته. بيبقى عندك كبرياء كده وشموخ وعزة وقد ايه انت فرحان، بس الكبرياء ده مختلط بالحزن، عندك كبرياء بس عنده برضو في شوية حزن، وعندك اعجاب وفي نفس الوقت مختلط برثاء، عايز ترسي وتقول ازاي حصل. إننا نحب النهار لكننا لا نخشى الليل، نحب السلام ولكننا لا نخشى الحرب. ودي حتة مهمة قوي. احنا بنحب النهار لأن النهار الدنيا بتبقى فيه منورة، مكان عمل الناس كلها راحة جاية فيه وناس في الشارع، وما بنخشاش الليل لأن احنا نقدر ندافع عن نفسنا. الضلمة، وهنا الضلمة فيها شوية نقص، احنا مش خايفين الحرب ومش خايفين الدمار، لأنك زي ما انت عايز تدمرني فلازم برضو أدافع عن نفسي، مش أكيد مش هسكت. ولا نخشى الحرب، وعلينا أن نسهم بكل جهدنا في أن نستخدم الطاقات التي أودعها الله الكائنات استخداما يعود بالخير على الإنسانية للضمان. عايزين نعمل أي حاجات جديدة، عايزين نعمل أي ابتكارات، اعمل بس يكون لخير البشرية مش لأذاها وضمانها. وهناك أمر يجب أن نأخذه مأخذ اليقين، هو أنه إذا قام نزاع في العالم فلن يكون أمام أي جانب من الجانبين المتنازعين فرصة للنصر بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة. الكلام ده صح، انت وانت في الحرب كده كده هيكون عندك خسائر، حتى لو انت انتصرت فانتصرت برضو بخسائر، ما انتصرتش من غير خسائر، انت انتصرت بخسائر فادحة كمان موجودة عندك بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة. فالحرب العلمية اذا اطلق عليها، اذا الحرب العلمية اذا اطلق لها العنان فاغلب الظن ان لا ننتدع احد على قيد الحياة، فليس أمام النوع البشري إلا أن يختار واحداً من اثنين. فعلاً ركزوا بقى في الحتة دي، الحرب العلمية ممكن تدمر العالم كله، كل واحد لو شغل دماغه واستخدم العلم، أنت هتأذيني وأنا هأذيك، ففي الآخر إحنا الاثنين مش موجودين، استفدنا إيه؟ ولا حاجة، شكراً باي باي، بسبب كبريائنا وغرورنا فاكرين إن إحنا ممكن نوصل للي محدش يقدر يوصل ليه، ففي الآخر هنضيع كلنا ونموت كلنا. أما السلم عن طريق الاتفاق أو السلم عن طريق الموت الشامل، فالمسلم والمسيحي واليهودي سواء في إيثارهم للحياة على الموت، ماشي؟ لهذا فإن الخطر الذي يهدد بفناء الجنس البشري وموت كل حيوان يحيا على الأرض يجب أن تتصدى له البشرية بشجاعة. يبقى السلم عن طريق الاتفاق أو السلم عن طريق الموت الشامل، لو هنموت وإحنا متفقين إن إحنا نموت عشان ندافع عن الوطن، أو إن إحنا هنموت موت شامل كلنا هنموت مفيش حد هيتبقى مننا، يا إما هنموت وإحنا متفقين على الموت، يا إما هنموت عن طريق الموت الشامل. لو فضلنا الحياة على الموت فيبقى احنا كده مفروض نركز، لان في خطر ممكن يأتي على كل الجنس البشري، لان الحرب العلمية نفسها مش هتسيب حد. الحرب العلمية لو بدأت بين كل العالم وبين كل الشعوب كلنا
هنموت ومش هيتبقى احد على قيد الحياه. والحته دي مهمه قوي يا ولاد، الحته دي مهمه جدا جدا جدا. لو جيت كده عند الجزء الاخير ده اللي هو بيتكلم فيه اهو، اللي هو بيتكلم فيه عن اما السلم عن طريق الاتفاق او السلم عن طريق الحياه، الجزء الاخير ده هو بيقترح هنا حلول احنا مش متعودين عليها في الحته دي. فبيقول لك الخطر اللي بيهدد بفناء الجنس البشري وموت كل كائن حي يجب ان تتصدى له البشريه بشجاعه. طالما خطر هيؤدي ان احنا نموت، لا احنا المفروض نقول احنا مش هنموت، احنا عايزين نبقى موجودين. طب هنبقى موجودين ازاي؟ نوقف الحرب، احنا مش عايزين حرب. احنا مش بنخاف عشان كده مش عايزين حرب، احنا مش عايزين حرب لان الحرب تقدر تقضي على الجنس البشري كله. تقدر تقضي على الجنس البشري كله. طيب هسألك حتة هنا واسألك سؤال كده وهسيبه لك تجاوبه انت. الحرب العالمية إذا أطلق لها العنان فأغلب الظن أنها لن تدع أحدا على قيد الحياة، فليس أمام الجنس البشري إلا أن يختار واحد من اثنين، الموت عن طريق الاتفاق أو الموت عن طريق الموت الشامل. فبيسألني هنا بيقول تعبر هذه الجملة عن، تعبر هذه الجملة اللي هي إيه؟ اللي هي بتقول فالحرب العلمية إذا أطلق لها العنان فأغلب الظن أنها لن تدع أحدا على قيد الحياة، فليس أمام النوع البشري إلا أن يختار واحد من اثنين. وراح قايل لي الاثنين إيه. فبيقول لي بقى هذه الجملة بتاعت الحرب العالمية، ثانية كده ناخد الحتة دي ماشي. تمام كده اي، فالحرب العالمية إذا قلت لك اه، ده بيعبر عن حقيقة ولا رأي ولا خيال ولا ادعاء؟ انتوا قولوا لي كده، انتوا شايفين الجزئية دي حقيقة ولا رأي ولا خيال ولا ادعاء؟ هو بيقول اغلب الظن، اغلب الظن يبقى ده راي، والراي بيحتمل ان هو يكون راي صح وراي غلط. تمام، زعمت ان مثلا ان عبد الرحمن جاي، انا بقول انه ده، تخيلت دي رايي، ده ممكن يكون راي صح ممكن لا، لو فرح قالت لا عبد الرحمن غايب النهارده بعت يقول لي. تمام كده، فهي نفس الفكره. يبقى هنا الحرب العالميه اذا اطلق لها العنان فاغلب الظن انها لن تدع احد على قيد الحياه، فهو بيقصد بالحته دي رأي. تمام. انا خلاص مش عايزه حاجه من هنا تاني، كده كده احنا بس عايزين نبقى عارفين الدرس بيتكلم عن ايه. هاخد بقى، عايزه اخد النص اللي بعده يا ولاد، اللي هو حب ووفاء. نص حب ووفاء، انا قلت ان هشتغل الحاجات. انا هنا طبعا انتوا عارفين في الجزء الاولاني هكون بتكلم في الادب، الامر والنهي ده اللي هناخده في البلاغه، فانا كده كده هشرح البلاغه واحنا موجودين مع بعض في الفصل، بس هجيب الجزء الخاص ب هيكلمني في الادب عن لمحه ادبيه الغزل في العصر العباسي. الغزل في العصر العباسي هيكلمني عن ايه؟ عن الغزل في العصر العباسي. الغزل فين؟ الغزل في العصر العباسي. ماشي، فركزوا بقى معايا قوي في الحته دي، لان انا هرجع تاني اجيب سيره الادب وانتم معاكم كتاب عشان نعلم على الاجزاء بتاعته. ماشي، بيقول لك امتد العصر العباسي، عايز يعرفني ان امتد العصر العباسي مين اللي امتد العصر العباسي؟
امتد العصر العباسي من عام 132 لعام 656. من عام 132 لعام 656 وقد قسموا المؤرخون لعصرين. قسموا المؤرخون لعصرين، عصر عباسي أول وعصر عباسي ثاني. العصر العباسي الأول سمي بالعصر الذهبي، أما العصر العباسي الثاني من 232 ل 656. تمام كده؟ عايزة أركز بقى على الحتة دي، وهيكلمني على الغزل على طول ويدخل، لكن أنا بس كنت حابة أمهد لك كده وأعرفك إن فيه إن العصر العباسي كان عصرين، واحد ذهبي استغل في كل نواحي الحياة، والتاني بقى هيحصل فيه انحلال كده والدنيا هتبوظ فيه. خلاص؟ بيقول لي بقى إن ازدهر فيه كل علم عرفه العرب، وفي ذلك العصر كثر الغزل كثرة مفردة. الغزل في العصر العباسي كثر كثرة مفردة. ماشي؟ فقد تغنى به الكثير من الشعراء فازدهر وانتشر. يبقى لأن تغنى به كثير من الشعراء هو إيه اللي حصل له؟ ازدهر وانتشر. ازدهر وانتشر. طيب، ومضى الغزل يجري في التبارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بني أمية، وهنا طيارين، هو عايزين يقول طيارين. ومضى الغزل يجري في الطيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بني أمية، وهما طيار الغزل الصريح الحضري والغزل العفيف البدوي. وانتشر الصريح أكثر من العفيف بسبب اختلاط العرب بالأمم الأخرى. ركز في الحتة دي، ليه الغزل الصريح هو اللي انتشر أكتر من العفيف؟ بسبب اختلاط العرب بالأمم الأخرى. وما شاع من صور التحلل الخلقي. ماشي؟ وما شاع من صور التحلل الخلقي. يبقى لما يجي يقول ما سبب شيوع الغزل الصريح لدى شعراء العصر العباسي، هتقول بسببين: واحد، اختلاط العرب بالأمم الأخرى. اثنين، ما شاع من صور التحلل الخلقي. من أشهر شعراء الغزل الصريح في العصر العباسي، من أشهر شعراء الغزل الصريح في العصر العباسي أبو نواس. أشهر واحد أبو نواس ومطيع ابن قيس. أبو نواس ومطيع ابن قيس. سمات الغزل بتاعهم كان عاملة إزاي؟ وكان غزلهما محركا للغرائز اللي هي يعني نفس الشخص، وبيحرك كل حاجة جواه تجاه المفاتن اللي هو بيوصفها دي، لا تعفف فيه ولا حياء فيه. يبقى كان بيحرك الغرائز، وكمان واحد لا يحرك الغرائز، واثنين لا تعفف فيه ولا حياء فيه. لا تعفف فيه ولا حياء فيه. وبجانب هذا الطيار يجري طيار الغزل العفيف. وبجانب هذا الطيار يجري طيار الغزل العفيف، ولكنه لا يباري الصريح. فالغزل فالشاعر العفيف يتغنى بمحبوبته في شعر عذب ولا يخدش الحياء. وضعف هذا الطيار في العصر العباسي، وبقيت منه بقية عند العباس. وهذه القصيدة دل على توجه العباس إلى الغزل الباكي، فهو يبكي محبوبته فوز التي هام بها وحبها حبا كثيرا. إن هذا النص اللي هو حب وفاء اللي احنا هنتكلم عنه صورة من صور التسامح التي انتشرت في ذلك العصر الذي تحقق فيه الحب والسلام والتجانس والتواصل بين العرب والأجناس الأخرى. يبقى إن هذا النص صورة من صور التسامح التي انتشرت في ذلك العصر الذي تحقق فيه الحب والسلام والتجانس والتواصل بين العرب والأجناس الأخرى. تمام كده؟ تمام. فجزء الأدب هنا في صفحة 20 جزء مهم جدا. نرجع تاني بقى نشوف حكاية فوز وإيه القصة بتاعتها. في نص حب وفاء، عايزين مقدمة الأول عن كده النص اللي قاله العباس. اللي قاله مين؟ اللي قاله العباس ابن الأحنف. طيب، الأول كده لازم أبقى عارف كام معلومة عن العباس ابن الأحنف، لازم أبقى عارف عنه حاجة، يعني ما ينفعش أبقى عارف عنه خلاص. تمام كده؟
نص بقى حب ووفاء اللي انا هتكلم عنه ده وليه تحكي. يبقى انا كده عرفت الجزء الخاص بالغزل، وان الغزل كان نوعين، ومين النوع المنتشر؟ الغزل الصريح. ليه؟ بسبب اختلاط العرب بالامم الاخرى والتحلل الخلقي. وكمان لازم اعرف مين اشهر اتنين فيه، ابو نواس والتاني اللي هو ابو نواس ومطيع ابن قيس. ابو نواس ومطيع ابن قيس. تمام. تعالوا بقى نشوف نص حب ووفاء ده، وقد ايه في تسامح، وقد ايه بيتكلم عن الغزل العفيف اللي ما كانش منتشر قد كده في العصر العباسي، ولكن اللي كان منتشر هو الغزل الصريح. تمام. العباس بن الاحنف عنده تسامح كده وعنده محبة جميلة، وبديني كده مقدمة عن النص بتاعه، فبيقول ان العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حياة ووجود. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حياة ووجود. وقد كان الشعراء أكثر قدرة على التعبير عن هذه العلاقة لرهافة أحاسيسهم ورقة مشاعرهم. ويأتي الحب في مقدمة الأحاسيس التي يعبر عنها الشعراء في تصوير علاقة الرجل بالمرأة كما في أبيات العباس. النص بتاعنا بدأ يقول لنا: أسيا النساء العالمين أجيبيني دعاء دعاء مشوق مشوق بالعراق غريب. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوائي وطول نحيبي. تعالوا بقى نشوف هو عايز يقول إيه الشعر الجميل بتاعنا العباس بن الأحنف. الشعر بيقول إن قلبه مليان بالحب لحبيبته فوز. فهو هنا بيقول ايه؟ أيا فوزا سليب البيت أو أيا فوزا لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني بعدكم وشحوبي بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغني. الصراحة الكلام جميل جدا جدا جدا، غزل عفيف بيدل قد إيه الشاعر بتاعنا بيحب محبوبته فوز. فبيقول لها إن امتلأ حبه ليها لفوز، ولم يعد يحتمل عذاب الاشتياق إنه يشوفها. بيناديها وبيستعطفها بأي نداء إن هي تجيب لأشواقه وترد عليه، وهو يحاول أن يكتب لها رسالة عشان يقول لها إن هو بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها. وهو من كتر حزنه عليها وطول بكائه شحب وشكله اتغير من كتر ما هو حزين على عدم وجود فوز معاه. تمام، باختصار كده يعني. وهنا بيستعطف محبوبته تاني بالحديث عن نحوله، ان هو نحل ضعف قوي ورفع وخس جدا من كتر هو الانسان بيخس ليه يا اولاد من المرض الشديد. والمرض الشديد بيجي له من ايه؟ من المرض النفسي، من كتر ما هو زعلان وحزين ما بياكلش ومكتئب، فبيبتدي وزنه ينزل 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 ويخس من كتر ما هو مر بتجربه حزينه شديده. بيأكد لفوز شدة حبه ليها، فهي نصيبه من الدنيا، ولو مات بيتمنى إن هي تكون نصيبه برضه بدل حور العين، أو الحور اللي هي حور الجنة، يعني هو عايز فوز تكون بدل الحور بتاعت الجنة. ويؤكد أيضا على إخلاصه ووفائه لمحبوبته بأنه سيحفظ ما كان بينهما من عهد وحب، سواء كان في حضورها أو في غيابها، فهي كأنها قدامه عمره ما يقدر يعمل أي حاجة تحزن فوز أو تضايقها لأنه يحبها حبا شديدا. ويستمر الشاعر في تأكيد عمق العلاقة بينه وبين محبوبته فوز، وأن النمامين عمرهم ما يقدروا يفسدوا ما بينهما، لأن هذا الحب صافٍ ولن يتأثر بتلك الوشايات. ماشي، الحتة دي بقى: فإن يك حال الناس بيني وبينك فإن الهوى والود غير مشوب. لو الناس حاولت توقع بينا وتبوظ علاقتنا ببعض، اوعي يا فوز تديهم الفرصة يعملوا كده. فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم ولا جمدت عين جرت بسكم. مش هندي فرصة للوشين ان هم
يوقعوا بينا. وهو كمان بيتعب على الوشين دول ان هم ما يضحكوش ابدا وعمرهم ما يشوفوا حاجه حلوه، ويفضلوا يبكوا ويبقى البكاء اساسي في حياتهم وما يكونوش سعداء. يبقى ويتعب الشاعر على هؤلاء الوشين بالحزن وعدم السعاده وطول البكاء. يبقى بيدعو الشاعر على هؤلاء الوشين بايه؟ بيدعو عليهم بان هم يفضلوا في حزن وما يحسوش ابدا بالسعاده ولا وعلى طول يكونوا بيبكوا. تمام. وإذا أقبلت الرياح من بلاد المحبوبة، هنا وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوب، فأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيب. البين البعد والهجر. فرجع بيقول لها إن لما الرياح بتيجي، الهواء اللي رايح والنسيم اللي رايح جاي ده بيجي من بلد المحبوبة، بيتمنى الشاعر أن تحمل إليه هدية وهي سلام محبوبته، ويطلب الشاعر اللي هو العباس بن الأحنف من الرياح أن تهدي سلامه إلى محبوبته فوس، فإذا بلغت فعلى محبوبته أن ترد التحية بمثلها. لو وصلت لها التحية اللي هو بعتها لها مع الرياح، ده كده خلى الرياح كأنها بقى إيه؟ كأنها شخص هو هيرسل معاه السلام. فإن بلغت فعلى المحبوبة أن ترد التحية بمثلها. ويختم الشعر أبياته ببيان حال المحبوبين، وإنهم جميعا يشكون الفراق والبعاد، ولذلك يدعو الشعر بالطلاق والوصال وأن يجمع الله شمله. أنا كده شرحت لك وقلت لك معنى الأبيات، عايزاك تطلعني الصور الجمالية اللي هتقابلك من كناية، من تشبيه، من استعارة، من مجاز، ونتناقش فيهم إن شاء الله مع درس يوم الثلاثاء اللي إحنا هناخده، نكمل أسلوب التعلم. أتمنى لكم من قلبي التوفيق، نصلي على رسول الله ونصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.